اللي استجد من عقد الجلسه انطلقت المحاكمه، كان المفروض تعطى الكلمه لدفاع المتهم استاذ الصمد لاتمام المرافعه. فاذا بدفاع المتهم الاخرون كعادتهم في الجلسه تقدموا بطلبات، مرحله طلبات والدفوع سلات تبعنا في المرافعات. طلب احضار المحجوز، علاش؟ انا الرافع به. هذاك المحجوز راه انجز على اثره خبره، دابا عندنا خبره رسميه. اش غتفهم انت في عبارة مسدوده؟ اللي باغي يتعطل. الطلب الثاني هو استدعاء الزوج اسماء الحلي تنصب طرف مدني، هذا تنصب طرف مدني، يطالب بالتعويض عن الضرر اللي حصل له. كاسدي سعيوه كشاهد، ردوه شاهد، والضحايا كلا ماشي شاهدات. واخا غنجيو هذه النقطة حول نقطة دقيقة. تصريحات الضحية غير المشتكي. لا فيكتيم نو بلينيونت. ماشي هو الضحية المشتكي. وغنناقشوها. موقف الدول والقضاء المقر بهذا الشيء. وجاو قالوا سيدي استدعوا لنا، قلنا له علاش؟ دابا عاد استدعوا طولوا مسطر، علاش؟ فاش غيفيدنا؟ نعم غرفة الجنايات كتستدعي الضحايا المجني عليهم، إن مفهوم الضحية واسع، كان الضحية المجني عليه، أي ذلك الشخص الذي وقعت عليه أحداث الجريمة. ضحية اعتداء بالنصب أو العرض أو القتل أو الضرب بزحمة مسدمة، ليوضح لنا ظروف القضية، مزيان ضروري. أما أن يكون ضحية لم يحضر واقعة الجريمة ولا صلة بها، كل ما في الأمر أن ترتب له دار معنوي باعتباره أب أو أخ أو زوج، فلماذا يحضر؟ افترضنا أن جريمة قتل. واش غندعيو الوراثه ملي كيجيو طلبوا بالتعويض؟ كنا خويا مات في الرباط وانا كنت في طنجه، واش غنفيدكم؟ كنزعيو ذاك النوع من الضحايا، ولكن الضحيه المجني عليه الذي وقعت عليه احدى الجريمه نزعيه. دوكا اش بغيتو تزعيو؟ ما الفائده؟ تطول المسطره. كفى ما التمطيط والطلبات غير منتجه والتكرار والاجترار وغيرهم. اكثر ما غنجيو للنقطه العجيبه. هي النقطه اللي كانت منذ انطلاق هذه المحاكمه ودفاعه في ندوة صحفية، أول ندوة صحفية يوم التقديم، كيقول لكم فيديوهات ما كانش فيديو ما كانش. شوية شوية قال لك كاين ولكن مزور. شوية شوية المتهم اللي سمعنا قلنا ذاك الفيديو قال لك لا، هادو الكاميرات ندسوا لي وخذوا الصور نتاع العيالات بهذا التعبير اللي كيجيو عنده كيف بحضر جلسة، ومشاو مونطاو لي كور وجابوهم. دونك الوجه ما تنازعش فيه، كتقول انت فيها تحريف، هذا هو السر في الخبره. المحكمه لما امرت بالخبره قالت لك ما فيها لا تحريف لا زاد نقصان لا في الصوت لا في اللون، لا في الصوره. تحسمات دابا باش نناقش. وانتم طلبتوها تراجعتوا عنها سكتوا، وحنا قلنا لكم حنا ما عندنا مشكل. ومني قلنا لهم ديروا الخبره الجزائريه قلت له دي علاش كتخافوا من الخبره؟ ياك حنا ياك حنا الضحايا نطالب بكل اجراء يهدف الى الحقيقه. ما باغيينش الظلم. إلا عندكم الشك 0.0%، حنا معاكم ديروا خبرة. دخل دفاعه قلت له علاش كتخافوا من الخبرة؟ فين الضرر اللي حصل لكم؟ ما تخلصوا ما ديروا والو. قال لا صوائر لو المحكمة تأمر بها الصوائر الجنائية معروفة. قال لك لا حنا خفنا تندار الخبرة وتبين بالفيديوهات المزورة وغنشوفوا الفرقة الوطنية صوت القضاء. سبحان الله، انتم شاكين بهم وطعنين فيهم وكتقولوا زوروا ودرتوا شكاية بالتزوير، دابا عاد خفتوا عليهم. اسيدي ما تخافش، إذا زورت الفرقة الوطنية أو زور شي شخص يتحمل المسؤولية ويمشي للحبس ويخرج، هذا كان بريء. هذه هي الحقيقة، هذه هي محاربة الظلم. وأنت دفاع متهم وكتقول لي الخبرة مزورة وعارفها مزورة وخايف على الآخرين، خاف على المتهم ديالك.